في شأن منفصل، وصل عدد من الطلبة العسكريين وعائلاتهم إلى العاصمة بغداد على متن طائرة C-130 بعد إجلائهم من باكستان. جاء ذلك تنفيذا لأوامر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. على بركة الله تعالى وصلت طائرة القوة الجوية العراقية C-130 التابعة إلى سرب النقل 23 من جمهورية باكستان إلى العراق بغداد حاليا، وذلك حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة لاصطحاب مجموعة من الضباط العراقيين العالقين في جمهورية باكستان مع عوائلهم وجلبهم إلى العراق بالتنسيق مع خلية الأزمة وكذلك وزارة الخارجية. نتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وإلى السيد وزير الدفاع المحترم لاستجابتهم النداء والمناشدة. نحن مجموعة ضباط دخلنا دورات في باكستان من وزارة الدفاع، دخلنا دورات في باكستان والحمد لله تخرجنا من هذه الدورات بنتائج نرفع بها رأس العراق أولا. وجه شكري للسيد رئيس الوزراء المحترم اللي اهتم بالضباط الوافدين دولة باكستان لغرض دورات بعد اكمالها بنجاح ورفعنا اسم العراق عاليا. احنا من مجموعه من الضباط العراقيين المشتركين بدورات تطويريه ودورات اركان مختلفه في باكستان بفترات مختلفه، ولكن انهينا الدورات بسبب وباء كورونا، الطيران المدني كله مغلق، ولكن بعد مناشدتنا السفاره العراقيه في باكستان ودوله رئيس الوزراء وسيد وزير الدفاع استجابوا لندائنا ووفروا طائرة C-130. الحمد لله والشكر اليوم وجدتي وإحنا رجعنا إلى أرض الوطن.